مساء الخير ومساء جميل على كل اللي بيقعدوا يستنونا كل يوم من 6:30 ل 7 علشان يشوفوا ايه الجديد عندنا في جمالك، ازاي تهتمي ببشرتك، ايه الجديد علشان تصلحي اي كرمشة تحصل في وشك، اي تانية تحصل في جسمك. تلحقي الموضوع من اوله، لان يعني جمالك هو عنوانك، هو ثقتك في نفسك، هو كل حاجة بيديكي كده بوست كده ان انتي تنزلي تروحي شغلك وان انتي تمارسي حياتك. عايزة افكركم بصفحتنا، هي صفحة نبض كلينيك على الفيسبوك، هي دي الصفحة الوحيدة اللي من خلالها احنا بنجمع الاسئلة زي حلقتنا النهاردة كده، احنا مجمعين فيها الاسئلة بتاعتكم كلها. فبرضو احنا مستنيين ان انتوا تبعتوا دلوقتي واحنا معاكم على الهوا وبنجاوب على كل الاسئلة بتاعتكم. دي الصفحة ودي الصفحة الوحيدة، حاولوا ان انتوا تتواصلوا معنا واحنا على طول هنجاوب على الاسئلة بتاعتكم. وانا برحب النهاردة بضيفتي دكتورة هبة عادل، اخصائي الجلدية والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. عاملة ايه؟ الحمد لله. يعني ده ليدي ان ريد النهارده، يعني انا بحب الاحمر قوي قوي قوي. والاحمر بيحب، بس انت عارفه ان الاحمر برضو مش بيليق على اي حد يعني. حبيبتي. والله انت جميله، انت بس عشان زي القمر. حبيبتي حبيبتي. بصي بقى، احنا حوشنا لك النهارده اسئله قد كده وكل الناس عايزه تعرف الاجابات على الاسئله دي، وكمان انتوا ممكن تتواصلوا معانا زي ما قلت لكم على صفحتنا على الفيسبوك، ودكتوره هبه موجوده اوريدي، مش هتروح في حته، هتفضل قاعده معانا تجاوب على كل الاسئله. اول سؤال. تمام. صباح بعدها بتقول لك ان هي مش قايله هي عندها كام سنه، بس هي بتقول ان هي عندها تجاعيد في الجبهه وكمان عندها تجاعيد حول العين. طيب فكرتنا تجاعيد الجبهه، تجاعيد الجبهه انا على ما اعتقد انها خطوط عرضيه يعني في الجبهه وحوالين العين، كراوس فيت زي ما بنقول عليها. حلها البوتوكس. البوتوكس سهل جدا يا صباح، ما فيهوش اي مشاكل خالص، بيتحط بحقنه تحت الجلد في منطقه الجبهه وحوالين العين، ملوش اذى بالعين، ملوش شكل بيغير الشكل. ناس كتير جدا تقول لي انا دكتور انا كرهت البوتوكس، مش عايز خلاص، مش عايز. انا مره عملت بوتوكس حسيت ان انا مرفوعه جدا ومشدوده جدا، ده البوتوكس بتاع تجاعيد الجبهه. كمان احنا دايما اقول لكم ان البوتوكس بيدي لمعه جميله قوي في الجبهه، فبيديكي نضاره في الجبهه. يعني الناس اللي مفتقده بعد. ايوه بصي يا هبه، بصي فعلا اللمعه بتفرق تلمع جدا كده وتحسي انها راقت وشها راق. بالظبط. يعني جميل قوي لما بحقن لاي حد فيلر في الخدود اقول لها على فكره لو عملتي بوتوكس مش عشان التجاعيد بس، انا ممكن اعمل بوتوكس اديكي نضاره في الجبهه بس بس بس. طب البوتوكس ده بقى انت النتيجه دي بيفور وافتر. وافتر زي ما انت شايفه الكراوس فيت وتجاعيد حوالين العين اللي بتدي سنه وبتضايقنا كتير قوي لما نيجي نضحك، وساعات بتبقى من غير ما نضحك. انا حقنت فيها بوتوكس. البوتوكس نتيجته بتظهر امتى؟ عشان ناس كتير بتتسائل بعد ما بحقن. أيوة. البوتوكس دكتور ليه ما راحتش؟ لا لسه النتيجه من 4 أيام ل10 أيام، عشان كده محتاجه اعمل لك ريتاتش في خلال اسبوعين، بعمل الريتاتش بتاعي. ده بقى ده ولد؟ ده راجل تجاعيد الجبهه. انا عايزه بس اقول لكم شكله مش كبير برضو يا هبه. مش كبير بس على فكره التجاعيد ملهاش علاقه، مش احنا اتفقنا انها ساعات بتبقى قصه وراثيه جامده جدا. أوكي. ان كل الاسره بتبقى عضلاتها قويه في المنطقه دي جدا. انا بس هبقول لكم ان الرجاله نفسها بتعمل بوتوكس، بس اهم حاجه دكتور شاطر يعمل لهم البوتوكس. البوتوكس بتاع الرجاله غير البوتوكس بتاع الستات. لازم شكل الراجل يبقى فيري ناتشورال، كانه مش حامل اي حاجه خالص. بيستعمل اكتر بقى كميه في البوتوكس على حسب كميه التجاعيد اللي عنده. بس اهم حاجه ان انا ما اغيرش ولا ارفع حاجبه ولا اغير شكل حاجبه ولا شكل الجبهه، شكله طبيعي جدا عشان ما يديش في ميل لوك. يعني بالظبط في ميناين ستايل او يدي في ميناين لوك، ده مهم جدا على فكره. طبعا عشان كده احنا لازم نبقى يعني متاكدين احنا بنروح فين، مين الدكتور اللي بيلعب في وشنا لاحسن. على فكره كمان الستات يا هبه، لان ساعات ممكن تلاقي حاجب متشعلق فوق وحاجب تحت. بالظبط. ويبقى الشكل لسه كنت بقول لك، وساعات يقول لي احنا كرهنا البوتوكس يا دكتور، مش حابين البوتوكس خلاص، انا مش عايزه اي حاجه غير البوتوكس. ليه؟ ما هي بتبقى اتشدت قوي. بصي جرعات بتفرق، فدايما لما ندي جرعات صغيره الاندر كوركشن في اي حاجه احسن من الاوفر كوركشن. اما ادي جرعات واعمل ريتاتش افضل من احنا من انا اشعلق العضله مره واحده. تحطي ملح كتير في الاكل ما تعرفيش تشيليه. لا فعلا هو كده. لان يعني بعد 4 أيام بتفرق، ولما بتبان النتيجه بتفرق النتيجه كامله 10 أيام ببتدي اعمل ريتاتش. طيب فاتن كمان بتقول ان ابتدى يظهر عندها تجاعيد ما بين الانف وبين
عند منطقه الانف، هي تقريبا النيزوليبيال تقريبا، وبتقول ان هي دي تجاعيد تقدم في السن. طيب لازم تتشاف، هي اسمها ايه؟ فاتن لازم تتشاف. هل الرباط هو اللي واقع، يعني مشكله ان خلاص ما بقاش فيه فوليوم او ما بقاش فيه فات في الخد في الخدود فبدات تقع، يقع يتكسر شويه فبدا يعمل لي الخط، ولا هي مشكله خط بس؟ لو مشكله خط بس بحقن فيه فيلر والموضوع بينتهي. طب لو الرباط اللي واقع، على حسب بقى، هل التهالت فيه تهدل شديد ولا تهدل قليل؟ الله، شفتي النتيجه جميله ازاي؟ لا انت عارفه كمان بقها فرق طبعا، ما انت خدي بالك ده اتعمل لها حاجتين، اتعمل لها شده من فوق من الخدود وشده في وعلو في الخط نفسه. أوكي. ففرق معاها في الوش، فرق معاها في شكل الشفايف نفسها، اتفردت. فهمتوا الفكره؟ دي مشكله خط بس. مجرد ما الخط بيتملي المشكله بتتحل تماما. أوكي. فهمتوا الفرق؟ انا عايزه اوصل لكم ايه. طب في ناس بقى عندهم تهدل زياده قوي فمحتاجه اشده بالخيط وبعدين احط الفيلر، مش على قد فيلر بس. فكل واحد ليه نسبه، يعني بنكشف عليه ونشوف هو محتاج ايه. الفيديو ده توضيحي، انا جايباه عشان اقول لكم قد ايه، يعني ايه بوتوكس ويعني ايه فيلر. البوتوكس فوق، مش كل الاوقات. احنا دلوقتي بنحقنه في اماكن، اهم حاجه في اماكن معينه عشان ارخي عضلات معينه. انا عايزه اقول لكم ان الجديد ان انا بنعمل ساعات، ناس كتير قوي شوفي الكراوس فيت بنحقن فيها. هو البوتوكس بيتحقن ايه؟ تحت الجلد بشكل معين، البروتين ده بيرخي العضلات. اوكي. عندك الفيلر طبعا ماده مالئه، عشان استيل لغايه دلوقتي في ناس يعني ما بتعرفش تفرق بين البوتوكس والفيلر. عندك المهم قوي ان ساعات الخط بتاع النيزولابيان ساعات بيبقى حفر في الجلد، فمهما عليته هو لسه محفر، فبيحتاج ميزو بوتوكس يفك الخط ده. اوكي، فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ ميزو بوتوكس. ايه الفرق بين البوتوكس والميزو بوتوكس؟ الميزو بوتوكس بيبقى محلول زياده شويه عن البوتوكس، فبيعمل لي دي. بصي دي بقيه الفيديو. البوتوكس بيستخدم في الاندر ارم. دلوقتي احنا في فصل الصيف يا جماعه، كلنا بنشتكي من العرق الشديد. انا عايزه اقول لكم كل الناس اللي بتعمل بوتوكس اندر ارم بالنسبه لها مبسوطه بيه جدا جدا جدا. دي معلومه مهمه جدا، حللها مشكله كبيره في الصيف وفي الايدين، وفي كمان وفي الايدين كمان وفي الرجلين كمان. بس دايما في الايدين والرجلين بيبقى قصه مرضيه، فبيبقوا محتاجين البوتوكس عشان نحل لهم المشكله المرضيه. انت عارفه انما اندر ارم، ده اندر ارمز دي للرجاله كمان وللستات. والله الحر دلوقتي صعب جدا، احنا لسه بنقول عايزين الشتاء يجي بقى، الحر صعب. فمجرد ما بحقن البوتوكس اندر ارم نتيجه هايله هايله، مفيش حاجه. وبرده بعد 4 ايام، من 4 ايام ل 10 ايام بيقعد قد ايه؟ هيقعد في الاندر ارم 6 شهور. 6 شهور انا في وجهه نظري وفي شغلي من خلال خبرتي بيقعد سنه كامله. أوكي. عشان بنبقى دخلنا على الشتاء، فاحنا مش محتاجين. صح صح، فهمتي الفكره ماشيه ازاي؟ طيب نيره بتسال عن تفتيح الاماكن الغامقه، هل ليها حل ولا ملهاش؟ وهل يكون بس العلاج بالليزر ولا ممكن علاج تاني؟ طيب دي هتنيني اقول لكم في كل حلقاتي ان دي اسهل حاجه عندي في العلاج. تخيلي اي حاجه مغمقه عن لون الجلد في اماكن حساسه او في اماكن في الجسم ليها حلول جميله جدا، وبيرجع جلدك طبيعي جدا. هتقولي لي ازاي يا دكتور؟ اقول لك بجلسات التفتيح وجلسات التقشير. صدقوني والبيشنت بتوعي اكيد سامعيني وعارفين برضو ان الكلام ده حقيقي. هيرجع لون جلدها تاني، الاندر ارم والبيكيني والتصبغات اللي في الركبه من الناس، والتصبغات اللي هي بين الصوابع، والتصبغات اللي بتبقى اندر ارم بسبب استعمالات. اهم حاجه بقى نحافظ بقى، احنا هنرجع الجلد تاني طبيعي جدا وكويس جدا، بس نحافظ. دي تصبغات البشره. لازم اقول لكم ان تصبغات البشره بتبقى محتاجه وقت شويه. يعني ايه؟ لو انا عندي مشكله كلف، لا، الكلف يبقى ليه طرق للعلاج، وانا اللي بختار الطريقه، وانا اللي بمشيكي على حاجات معينه عشان تمشي عليها. واقي الشمس مهم قوي، ممكن يرجع تاني ويرد تاني. احنا بنتكلم في التصبغات بقى في الاماكن التانيه، امرها سهل جدا 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 لو مشيتي على البروتوكول معين ومشينا على الجلسات. الموضوع بيختلف، بياخد وقت قد ايه؟ على حسب. يعني لو انا مشكلتي بس مايلد، يعني حاجه بسيطه جدا لونها غامق، 4 جلسات الموضوع بينتهي تمام. يعني لو عروسه ممكن تجي لك قبلها بشهر، لو عندها الاندر ارم قبلها بشهر ونص، شهرين. شهر حلوين، شهرين. انا دايما بالجلسه بين الجلسه والتانيه اسبوعين، ما اقدرش اقلل عن 10 ايام، ما اقدرش. لازم اسيب الجلد الجديد يطلع عشان اقشره تاني واشتغل عليه تاني. احنا دلوقتي بنعالج الجلد،
احنا مش بنديكي ريزلت بس، وطبعا بتديهم بعد كده بروتوكول يمشوا عليه في الحياه عشان ما ترجعش تاني. طيب نور بعتة بتقول ان هي عندها مشكله كبيره، هي اثار حب الشباب وهي عاوزه تعالجه وترجع بشرتها تاني زي الاول. بصي، اثار حب الشباب احنا اتفقنا ان هو مشكلتين، يا اما بنشوفها حبوب يا اما بنشوفها سكارز او بنقول عليها ندبات. اثار حب الشباب ليها حلول دلوقتي جدا. انا عايزه اقول لك الحمد لله من فضل ربنا علينا دلوقتي ان حبوب الشباب ما شاء الله من جلستين هتلاقيها طفت فعلا. جلستين هتلاقي الحبايه نفسها يعني يعتبر خلاص طفت. يعني اول ما تبقى هي ملتهبه هي تجيلك انت بتطفيها. طبعا بنشتغل عليها، فالحبايه بتبتدي تنشف، فمجرد ما بتنشف ببتدي هيبقى فاضل لي الاثار بس. الاثار دي بشتغل عليها على حسب بقى كميه الاثار، هل الاثار كتير قوي في وشها؟ هل الاثار بقى لها فتره؟ يعني هي اصلا اوريدي سايبه وشها بقى له فتره، بشتغل عليه بطريقه معينه. طب لو هي لسه اوريدي انا عملت لها جلسه تنشيف حبوب والحبوب نشفت وبشتغل على الاثار، صدقوني جلستين اتنين تلات جلسات هتلاقي وشها اختلف تماما. تماما. تلات جلسات هتلاقي وشها اختلف تماما. يعني لو هي برضو لو هي عروسة برضو لو عايزة تيجي برضو قبلها بشهر مثلا. طيب لو حفر، عشان نبقى واضحين احنا بنقول الاثار دي اللي هي هايبر بيجمنتيشن او تصبغات في البشرة. طب لو حفر، الحفر بناخد جلسة كل شهر من 6 لـ 8 جلسات على حسب كمية الندبات. انا قلت لكم قبل كده ان انا عندي انواع من السكارز، في ايس بيك سكارز وفي بوكس سكارز، على حسب السكارز ده شكلها ايه. لو السكارز دي عميقة شوية فبتاخد وقت اكتر شوية. ساعات بحفز انا بجلسات الجروس فاكتورز والبلازما مع الايه، مع الفراكشنال ليزر. الكافيار ليه دور حلو قوي قوي في ايه. الكافيار بصي هو منتج جديد عباره عن مجموعه فيتامين كافيار وهيلورونيك اسيد، 3 انواع وجروس فاكتورز. الجروس فاكتورز والكافيار بيخشوا يعلوا لي الكولاجين ويعلوا لي الحفره، نتائجه حلوه قوي. ده كافيار ده كريم بيتحط ولا بيبقى برودكت عباره عن سوليوشن بيتحط بعد الليزر. مجرد ما انا عملت ليزر ففتحت المسام كويس قوي، فمجرد ما بحطه على بعد جلسه الليزر الكولاجين بيبتدي يتحسن مع جلسه الليزر اللي انا عملتها، بيفرق جدا في الجلسه. بعد قد ايه؟ يعني انا هي بتشوف النضاره مجرد جلسه واحده دي كنضاره، انما عشان السكورز اقل حاجه من 3 لـ 4 جلسات. طيب بصي بقى، منى بعتة بتقول طبعا دي مشكله بنات كتير او ستات كتير، يعني اكتر ستات، بتقول ان هي عندها سقوط في الجفن، بس انت يا منى مش قايله الجفن اللي فوق ولا اللي تحت، وبتسال هو الافضل البوتوكس ولا الخيوط يبقى في اللي فوق. طيب احنا خلونا نتفق، سقوط الجفن اصلا هي وقت، انا لازم اشوف الحاله واشوفها هي اوريدي، هل لما انا اعمل لها رفعه بسيطه في الحاجب هتنبسط وهيبقى شكل مرضي بالنسبه لها، ولا هل المشكله في الجفن بس؟ يعني انا عايزه اقول لك ممكن اعمل رفعه بسيطه جدا للحاجب خلاص هي مشكلتها كلها اتحلت. ممكن دي بوتوكس قبل وبعد. بصي الحاجب نفسه ارتفع ازاي؟ يعني الحاجب نفسه ففرد العين. لا انا مش فاهمه الصوره يا هبه. مش فاهمه الصوره، هي لو هي الصوره بس عايزين نوضحها اكتر، نفتحها نعمل لها اوبننج. الصوره مش مفتوحه قوي، لو شفتي الصوره وهي مفتوحه هتلاقي العينين نفسها فتحت والحاجب نفسه فتح، خدتي بالك؟ الصوره دي المشكله في الجفن، شايفه انت احنا عملنا بوتوكس. لا ده تانية، ده مش جفن، ده بالظبط كده جامده. فدي بوتوكس مع بلازما جات لشد الجفن، فالاثنين يفرقوا معاكي كده، فهمتي؟ هنا ما استعملتيش خيوط. ما فيش خيوط لسه. طب ولما تستعملي كده هنا البوتوكس والبلازما جت هنا ده بيقعد وقت قد ايه يا هبه؟ البوتوكس نتيجته من زي ما اتفقنا بتظهر من اربع ايام ل10 ايام ويقعد معاكي 6 شهور. البلازما جت هيظهر من اول اسبوع، من اول شهر، من لغايه 3 شهور، وهيقعد معايا 7 سنين، وهيقعد معايا فتره كبيره. لا على حسب كميه التهدر عامله ازاي. شوفي دي، بصي مجرد بنوته صغنونه بس البوتوكس شوفي عمل ايه معاها. هي فتح العين كلها، هي رفع كل الحاجب ورفع كل حاجة، انت فهمتي الفكرة ماشية ازاي؟ ايوه فاهمة. الصورة دي بقى زي ما انت شايفة، احنا دي بقى بالخيط، بصي الخيط خد الحاجب لفوق ازاي. طب وليه استعملتي هنا؟ بصي انا ما اقدرش استعمل خيط من غير بوتوكس عشان تبقوا فاهمين. لازم اريح العضلة عشان اسيب الخيط يقعد معايا اكتر فترة ممكنة. استعملنا ليه هنا الخيط؟ عشان هي عايزة الحاجب يبقى بشكل معين، هي عايزة الحاجب يتفتح بشكل معين.
دي بقى بلازما جيت، شفتي الجفت عامل ازاي؟ ده نازل خالص على عينيها، دي جلسة رموش. واحدة بصي رموش هنا بنت ازاي؟ بنت ازاي؟ دي جلسة واحدة، بتبقى جلسة واحدة بس مكملة. عارفة ليه؟ جلسة واحدة؟ جلسة واحدة. ليه هي مكملة؟ بجد هبة دي جلسة واحدة لازم شايفينها؟ بصي هي مكملة ليه؟ عشان في لسه ستيل خطوط فوق عينيها، فلازم تكمل عليها. والخطوط اللي فوق العين دي بلازما جيت. بلازما جيت تاني، هنعمل جلسة ونبص عليكي بعد 3 شهور، احتاجنا تاني هنقول لك، ما احتاجناش خلاص اتس اوكي. طيب السؤال اللي بعده بس بيقولوا لي فاصل، طب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني، لسه مكملين، جمالك دايما معانا. ورجعنا تاني ولسه مكملين بنجاوب على كل اسئلتكم، وما تنسوش تتفاعلوا معانا دلوقتي على طول على الهوا على صفحتنا على الفيسبوك، هي نبض كلينك، تقدروا تبعتوا على طول. والدكتوره هبه عادل اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض هي ضيفتي النهارده، وهي بتجاوب على كل الاسئله. احنا وقفنا عند سؤال بتاع مي، ومي بتقول ايه فرق بين حد عايز يعمل جلسات نضاره، ممكن حد ياخد اكتر من التاني جلسات، ويعني ايه، يعني هي عباره عن ايه جلسات النضاره بتاعت البشره؟ طيب يعني هي بتقول لك ممكن حد ياخد، اكيد طبعا، يعني هو على حسب كل واحد مفتقد النضاره قد ايه، ما كل واحد ليه بشره وكل واحد ليه افتقاد نضارته، هل دي مشكلتها نضاره خارجيه ولا نضاره داخليه. فانا بس باكد على معلومه، النضاره يا جماعه نضاره خارجيه ونضاره داخليه، يعني مش هينفع تبقى وشي ده زي عربيتي من غير ما اكل، مش هينفع كمان غير الاكل، مش هينفع ان انا اظبط العربيتي من جوه وانسى الازاز من بره امسحه، صح. ولا امسح الازاز قوي ما اظبطهاش من جوه، هي لازم كلها على بعضها تتظبط. فانا محتاجه ان انا اظبط القشره الخارجيه للجلد عشان مجرد ما احط اي حاجه تحت الاقي نتائج حلوه قوي. ده فيديو دي البلازما، الفيديو بتاع البلازما، احنا اتفقنا ان البلازما دي عينه دم باخدها وبحطها في الجهاز، الجهاز فصلها ووصلها لي كده. قلنا كتير قوي ان احنا عندنا انواع كتير قوي للبلازما وانواع كتير للكيتس، في كيتات جديده فيها هيلورونيك اسيد فرنساوي بتعمل لي حاجتين، منها البلازما فيها جروس فاكتورز كتير جدا جدا بتحفز الكولاجين، والهيلورونيك كمان بيمسك مع الايه، مع الكولاجين. انا جايبه لكم فيديو قد ايه تحت الجلد في الديرمس هتلاقي باندلز موجوده من الكولاجين والالاستين والهيلورونيك، تخيلي لما زودتهم الاثنين عن طريق البلازما، يعني زودت يعني الكولاجين في نفس يعني في نفس الجلسه بتاخدي العينه وبتسحبي البلازما منها بتفصليها وبتحليها، وفيها الهيلورونيك، يعني الكيت نفسها فيها الهيلورونيك اللي انا ممكن اللي انا من غير ما اضيفه انا انا هو اوريدي موجود في قلب التيوب، فمجرد ما بحقنه انا عوضت كل العناصر الموجوده فين في الديرمس. طب هي هبه هتفرق انا مثلا نضاره من حد تاني ولا كله بياخد نفس عدد الجلسات؟ لا على حسب، على حسب انت مفتقده النضاره قد ايه، وانت محتاجه الكيت ولا لا، ولا محتاجه بلازما عاديه، انت محتاجه جروس فاكتورز قد ايه، هل انت وشك عطشان زي ما بقول لك، واحد عطشان يشرب كوبايه ميه ويبقى كويس، واحد محتاج كوبايتين، هي دي الفكره كلها. ومحتاجين التقشير الخارجي اللي انا لازم ااكد عليه من هنا، انواع كتير قوي للتقشير، لازم اظبط البشره خارجيا عشان احس اللي انا عملته فادني. طيب احنا لازم نجري في الاسئله. مريم بتقول بنتها عندها وحمه في خدها مولوده بيها، وهي دلوقتي عندها 15 سنه، فهل ممكن تشيل الوحمه دي ولا كل ما اتاخرت كده في العمر بقى صعب؟ لا مفيش اي حاجه صعبه خالص، هي الوحمه دي بنشيلها بجهاز اسمه كيو سويتشد ليزر، الجهاز ده بيشتغل يعني ممكن من وهي عندها 15. احنا مستحب ان احنا نستنى لما تبقى ادلت، يعني ايه تبقى تعدي فتره المراهقه اللي بنقول عليها دي، يعني 17 سنه اتس اوكي، قبل كده بلاش ان احنا نشتغل قوي باجهزه الليزر. اوكي هنشتغل عليها جلسه كل شهر من 6 ل 8 جلسات، تمام كده؟ يعني من 6 ل 8 شهور بتقريبا بتروح بتختلف. وتروح خالص؟ بتروح خالص. ايه ده؟ الفكره كلها ان الجهاز بينزل بشعاع بيخش يشتغل يفتت الميلانين. انت هنا حاطه فاونديشن على فكره، انت بتضحكي عليا، ده بجد؟ دي صبغه فعلا واتكسرت. الفكره كلها في الجهاز بيعمل ايه؟ بيكسر الميلانين، الميلانين بتيجي حاجه اسمها الماكروفاج تاكله. فلما تاكل الميلانين، عشان كده اول جلسه العيان يقول لك انا ما حسيتش بحاجه، لسه على ما الصبغه تتاكل لغايه ما بيبتدي الجلد يرجع طبيعي خالص.
لكن ده دي حاله انت عاملاها؟ دي حاله زي ما انت شايفه كده اكيد. امال ايه؟ يعني انا مش ناقص مش مصدقه بصراحه. لا لا الوحمات حلها، بس اهم حاجه بجهاز الكيو سويتش الليزر. أوكي. ناس كتير قوي بتروح لناس وتقول لك انا عملت جلسات ليزر وما جابتش نتيجه عشان الجهاز. الجهاز مش للتصبغات. يعني لازم يبقى الكيو سويتش ليزر، فمش اي مكان نروحه ممكن يستعملوا لنا اي حاجه تانية، لكن مش هو ده اللي بيشيل. طيب سوما بتقول ان بشرتها دهنيه وعندها حفر في البشره وكمان مسام واسعه، بس هي بتقول لسه بسيطه، فهل ممكن تلحق تعالجها ولا لا؟ تلحق طبعا، كل حاجه ليها حل. الفكره كلها المسام الواسعه دي حلها فراكشنال ليزر. شوف انا جبت سيره ليزرز كتير اهي. فراكشنال ليزر، الليزر ده بيشتغل على السوبرفيشال لاير، بيقشر البشره وبيقشر الجلد فبيعلي الايه المسام، وفي نفس الوقت بيحفز الكولاجين تحت الجلد فبيعلي المسام. نتائجه حلوه جدا، الكافيار معاه نتائجه حلوه. أوه. الجلاسينتا معاه حلوه قوي. ده دي وشها كله، وشها كله مليان مسام واسعه وروس سودة وروس بيضة ساعات، فكل ده حلوله في الليزر. كل ده حلوله في الليزر زي ما احنا شايفين كده، الصورة شكلها جميل هنا. ده حتى ملمس الجلد، تحط ميك اب، تتعامل. بصي بقى الصورة دي برضو نفس القصة، المسام الواسعة في اتجاه وافتر بعد ما المسام اتحلت عن طريق الفراكشنال ليزر. وده بياخد كام جلسة؟ من 6 ل 8 جلسات على حسب الحالة. في حالات عندي بتيجي تعمل جلسة واحدة تقول لي دكتور شكرا انا مبسوطة جدا. على حسب الحال. طيب احنا لسه مكملين، هنروح بس الفاصل بسرعة ونرجع تاني. ورجعنا تاني ولسه مكملين. جالنا سؤال من عزة. عزة بتسأل بتقول الهالات السوداء هل بتقدري تعالجيها بالفيلر ولا لأ؟ وبتاخد وقت قد ايه؟ هي عرفت الفيلر كمان؟ سهله جدا. الهالات السوداء على حسب، لو هي حفره او لو انا محتاجه ادي نضاره تحت العين شويه بحط الفيلر، الفيلر هيلورونيك اسيد، نتائجه حلوه جدا جدا تحت العين. لو هي مشكله تجاعيد بره بشتغل عليها بالبوتوكس زي ما اتفق، فالموضوع سهل. يعني ممكن ممكن تاخد وقت قد ايه؟ 5 دقائق. 5 دقائق فعلا، وبتبان نتيجه على طول وهي قاعده، وكل ما يقعد الهيلورونيك اسيد كل ما يدي ضيه حلوه قوي على العينيه. اوكي. طيب جالنا سؤال من مي بتسال عن توريد الشفايف، هي قصدها يظهر نضاره الشفايف يعني. طيب نضاره الشفايف عندي حاجتين، لو هي مشكلتها في غمقان والوان غامقه بقشرها، لو هي مشكلتها داخليه ببتدي احقن البلازما فيها، في فيلر نضاره ما بيزيد ما بيعملش فوليوم ولا اي حاجه خالص، بيدي نضاره. في كمان فيلر، الفيلر العادي بتاع الشفايف بيدي كمان نضاره جميله قوي قوي للشفايف. فيلر ممكن يبقى فيلر من غير ما يكبر يعني، فيلر نضاره بس. نضاره بس. متاكده يعني مش محدش اكيد؟ لا ما تخافوش. اوكي. الله، بص شفايفها بقت جميله ازاي. دي نضاره الشفايف عن طريق فيلر النضاره، بتفرق جدا جدا في الشفايف. اوكي. طيب السؤال اللي بعده طبعا ده سؤال مهم عشان ده عمرو، وعمرو باعت بيقول عمرو قصدي ولد يعني، حد بيسال على اقتطاف، يعني ايه اقتطاف الشعر وتزرعيه وده بياخد وقت قد ايه؟ بصي هو كان في الاول بيعملوا زراعه الشعر عن طريق جرافتس كده، يعني بياخدوا حته من الشعر ويشيلوها ويحطوها في حته تانية، فكانت يعني يشيلوها خالص؟ والله يعني جرافت. راسي تبقى متعوره؟ فيها جزء شايلينه بس بيطلع مكانه ليه، بس كان بيبقى شكله مؤذي كده بالنسبه لهم في الشكل نفسه. دلوقتي بقينا في جهاز اسمه خاصيه الاقتطاف اللي هي الاف يو يو اف يو اي، بنبتدي ناخد شعرايه، الشعرايه بتبتدي تتزرع شعرايه بشعرايه، ده بيضمن لك كمان عدد الشعرات بتبقى اكتر في المكان، يعني ممكن المكان يطلع شعرتين وثلاث شعرات على فكره. المكان الواحد. المكان الواحد. أوكي. طبعا. وبقينا كمان نرسمه برسمه معينه وبيبقى عدد الشعرات حلو قوي. انا ده الجهاز اللي بنبتدي بقول لكم، كنت عايزه اكلمكم فيه ان الشعرايه ممكن تطلع حاجه اسمها ان جروينج هير، فالشعرايه الفيديو ده مخصص للان جروينج هير، الشعرايه اللي بتطلع تحت الجلد وبتعمل ساعات ميكروبات، فكنت عايزه اوريكم قد ايه ان احنا نشيل الشعرايه دي بالليزر افضل حل ليها. الفيديو ده بيتكلم على القصه دي. شايفه دي صديد، صديد اتجمع، البنات اللي بتشتكي من جلد الوز ده، البنات اللي بتشتكي من الشعر تحت الجلد، كل ده نقدر نشيله بالليزر افضل عشان نحل مشكله الان جروينج هير او الشعرايه تحت الجلد. لا، والشعرايه تحت الجلد دي بتعمل مشاكل؟
طبعا انا عايزه اقول لك، الناس تقول لي بعد ما عملت يا دكتور سويت او عملت اي نوع من انواع الهير ريموفر في حبوب طالعه لي حمراء تحت الجلد مضايقاني وملمس وشكل وبتوجعها، طب ما هي الشعرايه بجد تطلع، جت طلعت تحت الجلد. اوكي، فحلها ان انا اعمل ازاله ده شعر وهي بتشيل بالسويت شالتها غلط بالظبط كده. اوكي، فانا محتاجه ايه؟ محتاجه دلوقتي بقت التقنيات حلوه جدا والاجهزه ما بقتش توجع وبقى عليها متخصصين كويسين قوي ما نقلقش منهم ولا من الحروق ولا من المشاكل بتاعتها، ومن 6 ل 8 جلسات بنلاقي نتائج. لا الموضوع بتاع ازاله الشعر بالليزر بقى بصراحه هايل جدا. هبه حبيبتي الوقت خلص وانا زعلانه، لسه عندي اسئله كتير حبيبتي. انا بشكر دكتوره هبه عادل اخصائي الجلديه والليزر بعدات نبط، ميرسي قوي 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 يا دكتور على كل الاسئله اللي جاوبتينا عليها، واحنا برضو بنوعدكم ان احنا هنجمع برضو الاسئله وان شاء الله دكتوره هبه او اي دكتور زميل من عيادات نبض يبقى موجود معانا ويجاوب على كل الاسئله دي. ما تنسوش الصفحه هي نبض كلينيك، ودي الصفحه الوحيده ما فيش صفحه تانية عشان ما تاخدوش اي معلومات غلط من اي صفحه شبيهه او يعني عندها نفس الاسم. بفكركم بالاعاده بكره الساعه 11:30 صباحا، وبكره حلقه جديده من جمالك. اشوفكم على خير.